This is Colombia! المكان، المتعة، الإثارة. الله! أكثر أماكن الإثارة في مكان واحد، طريقي للكهف اللي عاشوا فيه أقدم ناس في سانج هيل. اليوم رحلتنا مختلفة. معكم محمود فرحات، تعالوا واكتشفوا معاي أكثر الأماكن إثارة في كولومبيا. اليوم رح نتعرف على الكهف اللي سكنت فيه أقدم قبائل المنطقة، ونعمل أخطر رافتينج في كولومبيا. وبنبدأ مع نظارة الرافتينج اللي هي زي الكاياك ولكن بطيار جدا سريع، وكلها صخور وكلها إثارة. تعالوا نشوف. We can drink water at the river. What are you doing? We can drink water. Water is free. All the water in the river is free. We can drink all of the water. Pero yo, let's go. Todos hablan palestino, ¿no? Así se llama el idioma. Árabe, árabe. Árabe. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Un insulto en árabe. Rápido, rápido. Corre, 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 corre ya, Neurko. أنا لسه فهمت ليه بنقول corre, corre. What does he say? كرر. أي هذا الجو. إذا نمر وين رايحين؟ أيوة هيك. فوت. No. Forward. Back. Stop. And the paddle here. And the hand here. It's very important of the every time you feed, this is here for the support, all right? بدي المسار، بدي. بلش الجاد. المتعة يا ام المتعة. الا مال المتعة، الا مال يا ام المتعة. عامل ايش المتعة؟ مش متخيلين المتعة والإثارة وقديش بنصح في هيك فعالية. 14 دولار ساعة ونص. أحلى الحياة. I feel like a soldier. Like a Roman soldier. Forward! Like Spartan. Yes, Spartan, yes. I am the king. Bawagri. This is Colombia. أتنسي يا زلمة. Sorry, man. I'm okay. أتلو. Yeah! Woo!
وإسا جينا على كويفا ديل إنديو، الكهف اللي كانوا يسكنوا فيه أقدم ناس في هاي المنطقة. We find a lot of things like como piedras allá, ¿o qué es? Sí, hay like, cosas. Like carved rocks. Ah. Yeah, yeah. And saltos al vacío. Jumps to the, you know, to the. Oh. We will find bats. Ah. Bugs. Oh. And you will get the best part when we are walking there, like the best story. طريقة تولي الحكم للملك أيام زمان في هذا الكهف كانت جداً غريبة. خلينا نسمع شو كان مطلوب كرمال تصير الملك. واو، المكان جداً رائع. إلا ووصلت للباب بس الناس تولع نار. الكهف هو عبارة عن 70% صخر و 20% مي و 10% وحل، يعني مش رح أصور بكل محل، رح أحتاج إيدي وإجري وكل شيء. بلش الجد، فوتنا على العتمة المطلقة. هنا بلش هيك يعني عتمة مطلقة على الآخر. عارفش إذا أنتوا شايفيني اضغطوا علي. فالمكان رهيب وكلياته صخور عن جد حلو. السقف بالضبط حدك، وفي مرات لازم تمطي، في مرات لازم تزحف. راح ننط، كملوا معي. المرسيناكو يسأل جوانا So in this place we need to go down again and then we will smell something not good, you know. But don't worry, it's just the smell of the bat's shit. And they call the bat's shit, they call it guano. راح نشم الوانو واللي هي ريحة وسخ مفطس. لازم تمشي وانت مقرمز على ركبيك عشان تقدر تمر. Estalatita and estalatmita. Estalatita o estalatmita. الاستلاتيتا هي هاي الحجر اللي من فوق. الاستلاتمتا هي هيك هذا الحجر اللي تكون هيك. الحجر اللي من فوق الاستيتيت الاستيتا هو لانه المي بتنقط منه وبتكون مع الوقت. So this, you know, now we explain that one. So the stalagmita is created by the water that falls down from the stalactita. This water has minerals, so they create another rock here. واو، المسار رهيب، المسار طويل وكثير ممتع. واو، وصلنا لمكان اللي لازم ننزل على السلم 60 متر. 60 متر انك تنزل على السلم، يعني المكان ما بينفع يجي عليه حوامل، اولاد صغار، ما بينفعش يجي عليه اي حدا اللي هو مش رياضي حتى. المكان هيك فيه شويه خطوره ومش مربطينك ولا اي شيء، انت مش مربطنا. رح ننزل 60 متر على السلم. ف ليتس جو. واو، وصلنا النهاية. في شلال هون. كيف شرحنا انه الملك اذا بده يصير ملك بنط على العلو 20 متر بغمق 3 متورة وبيجي سباحة وبيلاقي عالم اخر. هاي الطريق اللي احنا هيك مشيناها. اكثر ما عجبني بالموضوع هو كيف انت حياتك بتتطور من ولد لبالغ رجل، ثم اذا انت بدك تصير ملك لهاي القبيلة اللي كانت تسكن هون. كل ما انت نطيت من مكان اعلى، كل ما انت أخذت زي ما تقولوا درجة أعلى من اللي إسا أنا ذكرتهم. مش بس إنك أنت بتنط من مكان أعلى، المي كمان بتكون أوطى. يعني آخر مرحلة أنت بتقفز عن علو 20 متر في غمق مياه 3 متورة. اللي بنطها وبيظلوا عايش بيسبح هيك بالنهر وبيلاقي حياة جديدة.
يعني انا بس شرحوا لي هيك يعني تتخيلوش قدي حسيت اني بافلام بافلام بافلام. المكان رهيب رهيب رهيب. واو اوه فيرميناو يعني انتهينا خلصنا لحد هون. رح اخلص الفيديو ان شاء الله. بتدعموني بلايك سبسكرايب او شير. يعطيكم العافية. باي.